زمان في بلادنا العربية كل خير كل عمل نضعه في كيس مثقوب، نتوضأ نحسن الوضوء ثم نسرف في الماء، نتصدق على الفقراء ثم نصورهم وندلهم في المواقع، نقوم الليل ونقطع الأرحام، نصوم ونصبر على الجوع ونسب ونلعن ونشتم. ألا إن سلعة الله غالية. بعض الناس لا يستطيع الذهاب إلى الحج بحجة أن التكلفة عالية، لكن يستطيع أن يسافر لشم الهوى. البعض لا يستطيع أن يصنع أضحية بحجة أن تكلفة الأضحية غالية، لكن بإمكانه أن يشتري جوال حديث. ألا إن سلعة الله، ألا إن سلعة الله غالية. الواحد منا لا يستطيع أن يقرأ 10 آيات من القرآن في اليوم، لكن يستطيع أن يقرأ 100 محادثة في اليوم. ألا إن سلعة الله غالية.